صفحة فن تشكيلي تنضم إلينا في الاستوديو الفنانة التشكيلية نورا كشيشيان. صباح الخير نورا. صباح الخير. عندنا ثلاث لوحات لإلك، يمكن في كمان لوحات رح نشوفها، بس عم نلاحظ إنه كلها وجوه نسائية الموجودة أمامنا، بس باختلاف الشرائح المجتمعية. واحدة بتعاني، واحدة برستيج بتعزف، واحدة بتغزل. صح، ما هو هيدي الحياة. فهيك الفكرة إنه يعني تجسدي يعني مختلف شرائح المجتمع بلوحاتك. طبعا، لانه مجتمع النساء في من كل الانواع، في بتعاني، في بتشتغل، في بتطبخ. أيوة. في بتعزف، في عنا كل الاشياء. طيب نورا، نحن عم نشوف بلوحاتك الرسم الالوان نافره لبرا. صح. شو الالوان اللي بتستخدميها وشو هو هالتكنيك؟ هيدا الوان زيتيه، وهيدا بينشغل كذا لايرز، كذا طبقات. وبينعملوا جليز، هي هيدا التكنيك، تكنيك اسمها جليز. سو هيدا بياخد وقت كتير لتخلص. ايوه. طيب لما بتيجي ترسم اللوحه، هل في لوحاتك من مخيلتك اما نقلا عن صور موجوده بالحقيقه؟ في من مخيلتي، في نقلا، وانا بضيف وبشيل. مثل شو؟ مثلا اي لوحه اذا بتحكي لنا انت؟ في لوحه الافريقيه اللي عم ايوه اللي شايفينها هلا. نعم. هيدا انا شيله وحاطه، هي في صوره مصورينها، بس انه بتشيل اشياء اللي ما بدك، بتصرف الاشياء اللي بدك اياها انت. هلا بالنهايه الذوق، انت كيف بدك صورتك تقدم للناس. طيب نورا، عم نشوف الوانك كثير صارخه وقويه، هل عموما انت هذا اسلوبك، بتحبي هي الالوان، او مثلا بس انه هي المجموعه اللي عم نشوفها صدفت انه هلا بتيجي فتره من الفترات من الالوان مع فنان. سو فترتي انا هيدي هي الواني. الاورنج والازرق. في تدرجات، حتى يعني التدرجات اللونيه للون الواحد يعني ملفته. صح، هيدا هو الاساس، مش تحطي لون واحد وكفايه. بدك تدرجي اللون من زيرو للعشره. قديش بالعاده بتاخذ اللوحه انت يعني تحديدا؟ نعم. حتى تكتمل وتعطيها الشكل اللي بدك اياه انت. هلا هي الالوان زيتيه ما بتنشف بسرعه، سو كل يوم بتحط مود تبعك، كل يوم بتغير. لانه ما بتنشف بسرعه. يعني بدها اسبوع لتنشف. سو قد ما اشتغلت عليها بهالاسبوع قد ما فيك تعطي اكثر. ايوه. طب كنا عم نحكي تحت الهواء انه انت دارسه فنون تشكيليه، وكمان بتعملي كل فتره مثل دورات جديده للتقنيات الجديده. قد ايه مهم انه الفنان يضل على اتصال باخر التقنيات او اخر الوسائل لينمي الشيء اللي عنده؟ في فنانين بيقولوا لك لا انا برسم وخلص وانتهى. هلا هي مزبوط، في فنانين بيكونوا اخذوا هويتهم، بيكونوا مكتفيين هن بهويتهم معينة. بس في فنانين بحبوا يجربوا كل شيء ما بين ما ياخذوا هويتهم هن. عم نشوف كمان أعمال لك، في منها اللي فهمناها، في منها اللي تركتي يمكن فسحة للي بده يشوف اللوحة هو يفسر. صح؟ يعني زي اللي عم نشوف هلأ على الهواء، هيدي رجلين. رجلين بس. نعم. ليش اجرين؟ ليه بس؟ متعودين نشوف الفرس او الحصان بشكله الكامل. هلا عادة بيرسموا الراس او جسم كامل، سو ما اخذ، ما حدا عطى القيمة للاجرين. يعني انا حبيت اعطي واقدم الاجرين الحصان. يعني نوع من الاختلاف بالفكرة. صح، انه هي فكرة، هي الفكرة وين بتشوف انت بالشخص. طيب ما بعرف اذا عم نشوف صور ثانية كمان. هي نحن هون، هيدي تعبيريه الابستراكت. هدول كلهم نفس المجموعه يلي نفس نحن المجموعه عم نشوفها هون. نعم نفس المجموعه. في عندنا صور ثانيين. طيب نورا، بالعاده لما بترسمي مثلا مجموعه لوحات، بتحاولي قدر الامكان كل مجموعه تكون نفس الروح، نفس الثيم موجوده فيها، نفس الالوان؟ هلا هو بيجي من فتره. يعني مثلا انا اذا هالفتره بهالنفسيه بهال
الامبيانس اكيد رح اقدم نفس الشيء، بس ممكن السنه الجاي انا بكون بغير نفسيه. يعني ذكرتينا بالفلك انه الزهره داخل على الارض هلا والنار. لا مش قصه فلك، قصه روح. قصه روح انه روحك تقدم روحك وشعورك وتفكيرك كمان، مش بس احساس. وتفكيرك كمان نفس الوقت. فنانة التشكيلية نورة كيششيان، شكرا جزيلا لك وشكرا على الجولة الصباحية. شكرا كثير. توفيق ان شاء الله. مشاهدينا تنضم